نادرة وغريبة رصدتها عدسة كاميرا رؤية في العقبة لماعز تبلغ من العمر سنة ونصف السنة بستة قرون موزعة في أنحاء مختلفة من جسمها. مالك الماعز أبدى استعداده لتمكين المهتمين والباحثين وأصحاب الاختصاص من زيارته والاطلاع عن كثف على هذه الحالة النادرة لإجراء الفحوصات والبحوث العلمية لمعرفة الأسباب وراء هذه الحالة. هي عنز طبعا، احنا الحلال ان طول عمرنا واحنا في الحلال، بس ما عمرنا شفنا مثل الحالة هذه. طالع في بطنها قرون وفي ثديها قرون، وحالة هذه والله لازم تنتشر يعني مشان الناس تشوف قدرة رب العالمين في الحالات هذه. وإحنا ما في عنا أي مشكلة، لو جو ناس سووا عليها أبحاث شافوها يشوفوا يعني شو السبب هذا اللي صار في العنز هذا. وما في عنا أي مشكلة لو جو ناس صورها شافها سووا عليها أبحاث. إجانا ناس قالوا بدنا نصورها، إيش قلنا؟ لا يا عمي ما بدنا تصوروها ولا هذه ولا هذيك، خليها لما يجي التلفزيون وهو بصورها وبوريها لها العالم مشان يشوفوا شو السبب السر في هذا العجز.